هكذا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام نأتي بكم إلى ملخص هذا الصباح بعدما قضينا 16 شوطا توزعت ما بين الحول والزمول المحليات والمهجنات الأصهايل. هنا ملخص هذا الصباح 11 من شهر نوفمبر لعام 2017 للميلاد بانطلاقة أشواط الحول والزمول لأبناء القبائل، مذكرين بانطلاقة المساء في تمام الساعة 2:30 من ظهيرة هذا اليوم. إليكم ملخص هذا الصباح الشوط الرئيسي والشوط الأول الخاص بالذلل المحليات الأصايل. بعد لحظات سنشاهد هنا عبر قناة أبوظبي الرياضية الأولى تهانينا والناموس لمانع بخليفة بسلطان بن رشيد السويدي على فوز الشاهينية أيضا هذا الشوط بتسع دقائق 33 ثانية وثلاثي أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لتعلن انطلاقة ثاني أشواط هذا الصباح والخاص أيضا بالحول المهجنات الأصايل، ومن خلاله استطاعت أيضا العنود لحمد بن عوض بن زيتون المهيري. تهانينا والناموس أيضا لهالي منازف هناك بمدينة العين بتسع دقائق 37 ثانية ثمانية أجزاء من الثانية. ليأتي الشوط الثالث وتنطلق بنوك الإنتاج المحلية القادمة بكل قوة ويكد ظبيان للسيل بن حمد بن سالم وثام العامري هذا الفوز والانتصار في ثالث أشواط هذا الصباح الجميل. هذه أيضا العنود التي شاهدناها بتسع دقائق 37 ثانية وثمانية أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. يأتي الشوط الثالث والمنافسة مع شعار حمدان بغانم الفلاحي والشعار أيضا سهيل بن حمد بن سالم بوثام العامري. هنا المنافسة، هنا الأداء الجميل تسع دقائق 49 ثانية سبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. يأتي الشوط الرابع فيعود الشمالي مرة أخرى مؤكدا هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لصالح بن هادف بضحاك المنصوري على هذا الفوز والانتصار الذي قدم الشمالي ويعيد أيضا سيناريو نفس أيضا الانتقال الجميل. في الاسبوع الاول استطاع ان يفوز وياتي في الاسبوع الثالث بكل نشاط وحيويه بتسع دقائق 41 ثانيه اربع اجزاء من الثانيه. نبدا بجوله اخرى من جولات هذا الصباح الجميل لتاتي سلهوده هنا بشعار احمد بن علي بن سلطان السبوسي، مقدما السبوسي هذا الشعار الجميل ومقدما هذه الانطلاقات القويه والعملاقه في عالم الاصاله. هكذا مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام تسع دقائق 43 ثانيه واي ايضا جزئين من الثانيه. تهانينا للشيب بن علي السبوسي وتهانينا المكتوم بن الشيب بن علي السبوسي وتهانينا من قدمها راشد بن سالم الهاشمي. بينما شوطنا السادس استطاعت الظبي ان تعيد السيناريو بنفس ايضا الاداء الجميل فكان هلال بن سالم بن سعيد الكعبي. هي هذه الذلول التي قدمت قبل اسبوعين في نفس الشوط واستطاعت بتسع دقائق 41 ثانيه وخمس اجزاء من الثانيه. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لمالك الظبي. ياتي الشوط السابع فكان الحذر لحمد بن سويد بن زايد بن قشمان المنصوري. تهانينا الراعي مصيحه سويد بن زايد بن قشمان على هذا الفوز والانتصار من خلال هذا الاداء الكبير بأيضا تسع دقائق 55 ثانية أربع أجزاء من الثانية. تهانينا لمبارك بسويد وأيضا لمحمد بسويد بن قشمان. هذا هو الحذر الذي أهدى أبناء الوثبة هذا الفوز والانتصار. يأتي شوطنا الثامن فكان زيدان مع الموعد خليفتي أيضا هناك من يقدم هذا الأداء خليفتي دابان. يأتي زيدان فيقدم علي بن سالم بظهير العامري أحد الأسماء القوية والعملاقة في عالم الأصالة ليهدي أبناء الهير هذا الفوز والانتصار بتسع دقائق 52 ثانية خمس أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. بينما جولتنا الأخرى وشوطنا التاسع جولة ثالثة تبدأ من جولات هذا الصباح الجميل الذي شاهدنا من خلاله هذه المنافسة فكانت الحذر لمحمد بن فايل بن حميد العويسي واحد من أبناء السلطنة يقدم هذه النجومية الرائعة بتسع دقائق 43 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. الشوط العاشر الذي ذهب مع المملكة لركان بن محسن بن فلاح آل زايد الهاجري الذي قدم هذا الأداء الكبير والتحدي المثير فكان أبو هلال بن هديبان أحد الأسماء القوية المرافقة لهذا الشعار. تهانينا والناموس تسع دقائق 38 ثانية وجزئين من الثانية. نبدأ بأشواط الإنتاج والمنتجين فكان هذا الشوط مغايرا لأنه حمل اسم عملاق وذهبي وخطر. حمل اسم سلهودة صاحبة سيف الإنتاج في العام الماضي وحمل التوقيت الأفضل. فتهانينا المبارك بن طرشوم بصالح العامري وتهانينا لطرشوم بصالح العامري
العامري على هذا الفوز والانتصار بعد منافسة مرور لسيب خلفان بسيف الغويص السويدي. ولكن تهانينا بتسع دقائق 29 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. إذن سلهودة هي من تفوز وتعيد إنجاز جديد في موسم جديد وتوقيت مميز في موسم جديد. الفائزة لمحمد بن عتيق بن زيتون المهيري تظهر هنا في أيضا أشواط الإنتاج بعد منافسة وصال بتسع دقائق 35 ثانية ثمانية أجزاء من الثانية. بينما شوطنا الثالث عشر ظهر الشعار الخزناوي فكان متواجدا في الانتاج والمنتجين، فكان مشكور لسعيد بن محمد بن مبارك الخيلي شعار بن حمدش. تهانينا ايضا لسالم ومبارك وايضا منصور على هذا الفوز والانتصار بتسع دقائق 54 تسع اجزاء من الثانية. بينما شوطنا الرابع عشر يظهر شعار بن دري بعد منافسته في الشوط الاول وحل ثانيا، ولكن هنا يؤكد بان سراب احد الاسماء القوية والعملاقة. سالم بن احمد بن دري الفلاح يقدم هذه النجومية الرائعة. تسع دقائق 59 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا أيضا سالم بن دري على هذا الأداء الكبير. بينما شوطنا الرابع عشر أو الخامس عشر بالفعل يأتي هنا مع عنيدة كما عاندت دائما وأبدا بهذا الفوز لمحمد بن سالم بن مصبح الاكتبي والتي فازت قبل أسبوعين بنفس الشوط. تهانينا لأسعد بن حميد بن سنوت الذي قدمها بتسع دقائق 39 وفاء وتماما وكمالا. بينما يأتي شوط الختام فكان أيضا كما ذهب شوطنا الأول إلى جميرة، شوط الختام يذهب إلى مصانع الجنوب التراثية، فكان سهير بن حمد بن يطمع العامري هو من وضع أيضا هذا الفوز مع لمحة التي تلامحت كالبرق مع خط النهاية حينما طلب جولة الأوامر النهائية والسلام مصانع الجنوب سلام. تسع دقائق 40 ثانية وست أجزاء من الثانية. هكذا مشاهدين الأعزاء عشاق الأصالة وصلنا إلى الختام ختام هذه الفترة الصباحية، كما نذكر بانطلاقة المساء بمشيئة الله وتوفيقه في تمام الساعة الثانية من الثانية والنص من ظهيرة هذا اليوم. إذا انطلاقة المساء في تمام الساعة الثانية والنص من ظهيرة هذا اليوم، فكونوا مع الموعد مع حولي وزمول أيضا أصحاب السمو الشيوخ. هكذا وصلنا إلى ختام هذا الصباح. شكرا للمخرج حسين السيد والإنتاج عبد الله العمدة، شكرا للعمليات مدير العمليات مسعود الكثيري، شكرا يوسف بن قاسم، شكرا لكل الزملاء الذين تواصلوا معي بالوصف التعليق. محدثكم سالم بن علي الحبسي، استودعكم الله وإلى الملتقى في المساء.